استاذه منى اللي اتفضلي. والله يا شيخ، انا يعني في مثلا حد بيضايقني، ف يعني بيضايقني مضايقه جامده، فانا يعني غصب عني ببقى بفضل بقى طول النهار مثلا اقعد اتكلم عليه ان هو مثلا مضايقني، وان هو مثلا بقعد اتحاسبن يعني كده. فانا سمعت ان انا عشان خاطر طبعا هو يعني عشان خاطر يسامحني او ما ياخدش مني حاجه يوم القيامه، ان انا اقعد استغفر له. بس انت مش لازم، لو هو بيضايقك وانت مش قادره تسامحيه او مش قادره تتحملي ده، طبعا الذي يسامح الناس يعني اجره يكون عالي، هل جزاء الاحسان الا الاحسان، وبيحسن لشخص اساء اليه فيحصل على ثواب عظيم. لكن نفترض ان هو مش قادر، خلاص هو حرم نفسه من هذا الخير العظيم، لكن في نفس الوقت ما يبقاش مطالب بان نفسه ترجع زي ما كانت. افرضي هو مش قادر، مش قادر نفسه تصفو من هذا لهذا الشخص، لكن الأولى إن نفسه تصفو. ولذلك كان العرض اللي عرض على سيدنا أبو بكر: ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ فقال: أحب. فلذلك سامح مسطح اللي هو كان بيعطيه المال وبعدين منعه لما هو تكلم في حادث الإفك. فيبقى إذن لو إنك أنت بتقولي أنا مش قادرة، دربي نفسك لغاية ما تقدري، لكن مش معنى كده ان انت لو مش قادره دلوقتي تبقي انت عاصيه اذا كان هو بيؤذيكي ويصل اليك الضرر. وده هو ده التوازن في التعامل مع النفس. بعض الناس يقولوا لا لازم تعمل كذا دلوقتي، فيصل في بعض الاحيان ان بعض الناس مش قادرين، بيقولوا الدين ده صعب ومش قادرين على الدين ده بتاعكم ده خالص. فهمتي حضرتك انا بقول ايه؟ بالنسبه لان انا بختابه. لا، الاغتياب حرام، اوعي تعملي كده، الاغتياب كبير ما تعملهاش. ما انا عايزه اكفر مثلا عن ذنبي ان انا بختابه فيه، يعني انا غصب عني ممكن بتختبيه ازاي؟ بتختبيه بينك وبين نفسك يعني؟ ولا مع الناس؟ بحكي مثلا لحد، بحكي لحد مثلا. بتحكي لحد ده، الحد دوت بيشتغل ايه؟ لا، حد شخص عادي يعني. لا، شخص عادي ما تقوليش الكلام ده. توبي الى الله سبحانه وتعالى واستغفري الله سبحانه وتعالى. وما تختبوش، خلاص؟ توبي الى الله وتوقفي. وتوقفي عن هذه الغيبة لأنه حرام. انا كنت بتظن ان انت بتقولي انا مش قادره اجي على نفسي عشان اسامحه. لا، ما تحكيش لحد، لان الحكايه لحد دي اما تكون غيبه او بهتان، فلذلك ما نعملش كده.